أسألك حول موضوع الملف السوري. رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربة أكد أنه نقل هموم السوريين إلى القيادة الكويتية، والتي بدورها وعدت بأنها ستنقل ذلك إلى قادة المجلس. الأزمة السورية في أو على طاولة القادة غدا، كيف يمكن التعامل معها برأيك؟ الأزمة السورية كنا من كانت دول الخليج أول من بدأ في التفاعل الإيجابي مع ما يتعرض له إخواننا السوريين من قتل على يد الطاغية. ما حدث بعد ذلك هو يدعو أمانة إلى التحسر ويدعو إلى الأسف بين دول الخليج نفسها. يعني ما حدث بعد ذلك أن دول مجلس التعاون نزلت إلى المستوى العملياتي في التعامل مع الأزمة. كان من المفروض أن تبقى في الموقف الاستراتيجي. عندما أقول الموقف العملياتي والاستراتيجي، أنا أقصد أن دول مجلس التعاون انقسمت مع الفصائل السورية على الأرض، بينما كان المفروض أن تبقى على المستوى الاستراتيجي. وذلك المستوى الاستراتيجي يدعو مثلا أن نضغط على الأمم المتحدة حتى نكون جزء مما يجري في جنيف 2، حين ذاك نكون من صناع القرار في ذلك المؤتمر، لا أن نكون مراقبين ولا أن نكون على الأرض مع فصيل ضد الآخر فنختلف فيما بيننا بناء على تبعية هذه الفصائل. أنا أعتقد أن دول مجلس التعاون قادر على الضغط على الأمم المتحدة، بان كي مون أو غيره، حتى نكون جزء من جنيف 2، وذلك ليست سابقة ولا مستحيل، فقد كانت الكويت وهي دولة خليجية في جنيف 1. فأعتقد حتى يكون لنا دور فيما يجري، بحكم أننا من المتأثرين بما يجري أصلا في سوريا تبعا للتوازنات الإقليمية الحادثة، يجب أن نكون على المستوى الاستراتيجي وأن نكون صانعي القرار في جنيف 2. أنا أعتقد هذا هو الأجدى، بدل الاختلاف فيما بيننا تبعا لخلاف الفصائل السورية. دكتور عبد الله، كيف تجد من الواجب أن يتم التعاطي، أو يعني من واجب مجلس التعاون